شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفل تخريج الدفعة 23 من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي صباح اليوم، وقد بديت وقائع الحفل بالسلام الوطني. ثم قام سمو ولي عهد دبي يرافقه سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وسعادة العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية بالتفتيش على طابور الخريجين الذين أظهروا لياقة بدنية عالية ومستوى رفيع من الضبط والربط والتدريب العسكري أثناء تقديمهم العروض والتشكيلات العسكرية أمام سمو راعي الحفل والحضور الذي غصت به المنصة الرئيسية في ميدان الأكاديمية. وعقب تلاوة آيات من الذكر الحكيم أكد العميد الدكتور غيث السويدي في الكلمة التي ألقاها في المناسبة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضية قدما في الوصول للتنمية المستدامة في جميع المجالات، مشيرا إلى الاهتمام الكبير والرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة لترسيخ أسس ومبادئ الأمن والاستقرار في وطننا الغالي والحفاظ على سلامة المجتمع وحماية أفراده وممتلكاته العامة والخاصة في ظل سيادة القانون وإعلاء شأنه. ورفع أسماء آيات الامتنان والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على ما يوليه سموه من دعم وتوجيهات سامية لأكاديمية شرطة دبي وبرامجها التعليمية والتدريبية التي تضاهي مناهج الكليات والمعاهد الشرطية والأمنية العالمية، معتبرا أن رؤية سموه تشكل نبراسا يهتدى به من أجل أن تبقى دولتنا العزيزة في مقدمة الدول الأكثر أمناً وسعادة وتقدماً. وهنأ في ختام كلمته الخريجين من المرشحين الضباط وخريجي شهادتي الدكتوراه والماجستير في الأكاديمية من أبناء وبنات الوطن ومن بعض الدول العربية الشقيقة المبتعثين، ثم أنشد الخريجون أمام سمو راعي الحفل والضيوف قصيدة أسود الجزيرة التي نظمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تحية لأبطال قواتنا المسلحة الباسلة بعدما مر طابور الخريجين بالمسير البطيء من أمام المنصة الرئيسية. Yeah.
ثم كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الثمانية الأوائل في الدورة 23 وهنأهم على تفوقهم وتمنى لهم مزيدا من التقدم والإبداع في مسيرة عملهم في المرحلة القادمة ليكونوا قدوة ومثالا لإخوانهم وبني جلدتهم من الأجيال اللاحقة. وتم خلال الحفل تسليم وتسلم العلم مصحوبا بالقسم بأن يظل العلم مرفوعا عاليا، ثم أدى الخريجون جميعا القسم القانوني، إذ أقسموا بالله العظيم أن يكونوا مخلصين للقائد ونائبه والوطن، وأن يحافظوا على دستور الدولة وقوانينها، ويطيعوا أوامر رؤسائهم في كل الظروف. وعقب ختام الحفل بالسلام الوطني، شاهد سمو ولي عهد دبي وإلى جانبه سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة المكتوم مدير دائرة أعلام دبي ومع للفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسعادة عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحلون الانهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وسعادة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي للشؤون الأكاديمية وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وضيوف الحفل من قيادات شرطية وأمنية من دولة الإمارات وبعض الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وأعضاء البعثات الدبلوماسية القنصلية لدى الدولة. شاهدوا جميعا عرض سيناريو مداهمة حافلة سياحية مختطفة تم خلالها توقيف الحافلة ومهاجمتها وتخليص الرهائن المفترضين واعتقال الإرهابيين، حيث تمت العملية الوهمية بكل حرفية ومهارة ودقة عالية في تنفيذ العملية التي روعيت فيها سلامة الرهائن. وقد التقى سمو ولي عهد دبي فرقة المداهمة والاقتحام التابعة لإدارة أمن وحماية المنشآت في القيادة العامة لشرطة دبي، والتي قامت بالعملية الوهمية لتحرير الرهائن المختطفين، حيث هنأهم سموه على كفاءتهم العالية ولياقتهم ومهاراتهم العسكرية والتدريبية، مؤكدا لهم أنهم مصدر فخر واعتزاز لقيادتهم السياسية والعسكرية، متمنيا لهم تحقيق المزيد من التقدم والنجاح والتدريب العالي ليظلوا العين الساهرة والمظلة الواقية لسلامة وأمن مجتمعنا. ثم زار سموه المعرض المقام لتشجيع القراءة، ودشن سموه البرنامج الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي عبر موقعها الإلكتروني، وتوقف سموه عند النصب التذكاري المقام في حرم الأكاديمية تخليدا لشهداء الوطن في القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية. Thank you.
وفي الختام التقطت للسمو ولي عهد دبي وإلى جانبه عدد من كبار الضباط الصور التذكارية مع الخريجين، وبارك لهم مسيرتهم على طريق خدمة الوطن والمواطن وحماية المجتمع وتعزيز سيادة القانون.